الأخ محمد البلوشي معنا من سلطنة عمان. اي نعم. شلون الوضع؟ شلون مرتاحين؟ يا هلا فيك يا ابو مارسيس. معي الأخ ابو مارسيس من شركة أرارات للسياحة للسياحة. شو رأيكم، مرتاح أرارات للسياحة؟ والله بأمانة أننا مرتاحين جدا جدا. معي نفس الحاجة زميلي خالد البلوشي، طبعا هو الحين قاعد يصور. يا ميت اهلا بالاخ خالد. اهلا بيك. اهلا بيك ابو ماسيس. احكيك بس شويه، هم صورك اذا تحب. لا الامور طيبه طال عمرك. اعطي نبذه شويه قصيره وسريعه للشباب الخليجيين بشكل عام والعرب واي حد حاب يزور ارمينيا. بالنسبه للبلد، البلد ما شاء الله عليه بلد جميل وممتاز ورائع وبلد هادي، والخضار والجو اجواء طيبه جدا جدا جدا. وبالنسبه لل موضوع اللي هو الامان والسيفتي، الامان عندهم 100%. الشعب طيب وعندهم عندهم برامج بعد سياحيه حلوه. وشركه أرارات مع اخونا ما قصر، الله يخليكم صراحه، غطى ووقف معانا وقفه طيبه. فنشجعكم تيجوا، الله يخليكم، ونقول يعني ربطوا الشنط وتوكلوا على الله. ان شاء الله ان شاء الله بالايام القادمه راح نزور اماكن احلى. هذا احنا اول مره طبعا نزور البلد، وان شاء الله بنلف لفه بالكاميرا بس عشان تشوفوا البحيره. هذه بحيره زيفه. هذا الدير، طبعا هذه اكبر بحيره في ارمينيا. جميله جميله. صور اليخت حتى. وهذا هذا اليخت طال عمرك. هذا اللي يريد ينزل يسبح طبعا. اي نعم. انا ما اعرف انا قاعد اصور الحين ولا ظهر اصور. يلا خلينا اصور. هذه بحيره سيفان من فوق التله. طبعا هذه التله كانت جزيره. هذا اللي شوف الغابات اللي قدامنا، بالخمسينات بسنه الخمسينات نزل مستوى المي، مي البحيره، فبلشوا ينشفوه. بعدين اضافوا عليه تراب وبلطوها وحولوا الى بلاجات. نشوف هناك اذا ما اعرف يبين له لا، اللي يريد يسبح ينزل يسبح. هنا اكو سكوترات، ممكن تاجر السكوترات ايجاره الدقيقه ب 1000 درام، ما يعادل دولارين وربع. ممكن تاجرها وتطلع تسوي لك فره بالبحيره. نشوف هذا اليخت الازرق، طبعا هسه راح ننزل ان شاء الله ونركب بها ويا الشباب. هذا ممكن تصعدون بالجوله مالته ب 1000 درهم، هم تقريبا 2000 وربع. مطاعم موجوده، فنادق موجوده، منتجعات موجوده، ممكن تاجر لك ليله ليلتين تقضي لك بهذا المكان البديع. درجه الحراره اليوم هنا ما يقارب ال 20 درجه مئويه.